ارتفع سعر برميل النفط الكويتي دولار و67 سنتا ليبلغ 98 دولار و38 سنتا للبرميل. أما في أسواق الطاقة العالمية فقد ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 10 أشهر، وسجلت ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي مع شح الإمدادات مع خفض الإنتاج السعودي والروسي، إلى جانب التفاؤل بشأن زيادة الطلب الصيني على النفط. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت 23 سنتا ليغلق على 93 دولار و93 سنتا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتا لتغلق على 90 دولار و77 سنتا للبرميل الواحد.